فديت الدين في ماضيك والحاضر يا أفضل الناصر صوت الرشاد صوت الرشاد يا من رفعت العلم منها جل كل ثائر في وجه كل جائر يوذي البلاد يوذي البلاد يا وارث الكرار فيك النصر يأتينا إنا على أخلاقك الكبرى تربينا وصوتك كبر حاربت كل الشر وصوتك كبر حاربت كل الشر من علمك الأسماء عزما نأخذ والنصر بأيدينا للذل لن تسعى تبقى بالعلم والأخلاق حامينا يا ابن العراق يا ابن العراق يا ابن العراق يا ابن علي المرتضى إننا لا ننسى في جمعة الأقصى هزم النفاق هزم النفاق وقفت ضد الباطل قلت له كلا يا ناصر الأسرى يا ابن العراق يا ابن العراق هذه القيود شاهدة في سجنك المظلم يا رافض الطاغي الذي أراق فينا الدم الله يرعاك للحق مسعاك الله يرعاك للحق مسعاك سهبيلك أنت الحق والصدق ما ظل تنصر أوطانا به ربك واثق صادق أنت حررت الإنسان يا ابن العراق يا ابن العراق يا ابن العراق يا ابن العراق سيدي أنت علم الزمان يا ابن العراق سيدي يا حامي الأوطان يا ابن العراق صاحب الفكر المتين إليك قلبنا أرواحنا تفنى يبقى الدليل يبقى الدليل منهجك الأخلاق ومنك تعلمنا نستلهم العزم أنت السبيل أنت السبيل هذه وصولك عالية دليلك الأقوى وكل عالم ساكت عن ردها وهنا دليلك الباقي وعلمهم فاني دليلك الباقي وعلمهم فاني يا مرجع الأعلم تسلم بعلومك أنت منجينا نفديك نحن الدم والعزم فيك بلوغ أمانينا يا ابن العراق يا ابن العراق يا ابن العراق يا
منهاجك الحق الذي يحترم الإنسان، ووحدة الأديان نحو السلام نحو السلام. أنت الممهد للسلام في الماضي حتى الآن، وتدعو بالقرآن يا ابن الكرام يا ابن الكرام. أي ممهد للإمام أنت حامينا، سيظهر المهدي والرحمة تأتينا. المهدي وعيسى الوعد يقينا، المهدي وعيسى الوعد يقينا. وصوتهم يعلو يسمو لوحدة الأديان، مجيئهم يدنو يبدو لنصرة الأوطان. يا ابن العراق يا ابن العراق يا ابن العراق.